هذا وكان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. لدى وصول سموه الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس أصحاب السمو المعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بحسن الضيافة والاستقبال، معربا سموه عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية البحرينية السعودية والتي شهدت حرصة واهتمام البلدين على تعزيزها في شتى المجالات وبالأخص في المجال الرياضي، بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين في ظل ما تلقاه من رعاية ودعم من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، منوها سموه بالدور البارز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الدفع بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعربا عن ثقته بأن يخرج اجتماع مجلس أصحاب السمو المعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بالقرارات التي تصب في صالح الحركة الرياضية، متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.